كنت حبيت المشادة وكتبت حتى الزايد والصح على شرحها ونقلت كثير وكنت من وياه مشادات، ولكن في هذا الموضوع هو ممنع. احنا تصل الشحنات وفيها جزء من هكذا كانت مقسمة من قطر انه جزء يجب ان ينقل الى كذا وكذا في قوارب جهنك، انه هو اساس ان نحن نتحرك بها الميناء في كثير من الاشياء الان. ولكن المجلس الانتقالي لا يوجد له دور يعني ولا يعني بهذه الاشياء الاساسيه يعني. هذا وزاره الدفاع كانت خارجه عن محمود جبريل نهائيا، ولا يستطيع ان يتصل ولا يحضر له في الاجتماعات. فنحن شعرنا انه هو كيف اذا، فانتقلنا بقوه الى فرنسا وانتقلنا. ونذكر لك ان ساركوزي صراحه كان اكثر حرصا من اي شخص اخر. هل كان بقيت العضو في مصر في انتقال المحافظين من توجه وفد مباشرة مدينة نصرات؟ أنا أعلمت قصر الأليكي، أنا أعلمتهم ولا نريد أن نرجع انتظار ولا كان منكم تمرد أو أي شيء، لكن انتقلنا إلى أنا ومجموعة زملائي عن طريق البحر المالطة ومالطة مشينا لفرنسا. من نصف هذه الرحلة هذه المرة؟ هو نفس الشخص برنات ليبيا. عن طريق من الليبيين؟ انا كصفيين مباشر، وقال لي تجيب لنا لطير، وتاخرنا صراحه في المشي، وكان وصلنا غادي الساعه 12 في الليل، وجدنا ان الرئيس الفرنسي ينتظر فينا، وبالحرف الواحد ما هي طلباتكم؟ قلنا له طلباتنا حاجتين، هذه هي القائمه مشتريات ووصولها الى مطار نصرات. من كان معك من عطاء رمضان جرموح؟ رمضان جرموح، طيب بيت المال، واحمد هاشم. المجموعه هذه وبشير الشطاح كان معنا. لما وصلنا هناك القلق الهوائي كلهم من اللجنه العسكريه، انتقلنا هناك واعطيناها الساعه 12 اعطيناها الكلام، وكانوا مجموعه معه وزير الدفاع والنيت ومسؤول النيت ومسؤولين ثانيين. فصراحه يعني قال الصباح الساعه 8 تلتقوا بهذه اللجنه وتعطوهم ما تحتاجون. وكان صراحه متجاوب جدا. انا قلنا انا لو توصلنا هذه الاشياء ثلاث اسابيع حنكون في طرابلس بعون الله. وفعلا يعني ثلاث اسابيع كنا في طرابلس، ولما جيت لطرابلس التقيت به وقلت له نحن كنا على وعد، يقول لي كنت على وعدكم. وكان المفروض يزور مصرات، لكن للاسف كانت فتره قصيره جدا يعني. ولحد الان يقول مصرات هي يقول اسود مصرات، حافظ كلمه اسود مصرات. نريد ان نمر الى قصه اخرى في تلك الزياره، يعني وهي قصه برنارد ليفي. يعني ما عرفتك شخصيا بهذا الرجل؟ انا لم اعرف برنارد ليفي الا في هذه الحرب، التقيت به مع مصطفى عبد الشميل. ولكن هو برنارد ليفي لما عرفت انه هو لي علاقه بفرنسا قلنا ممكن نستفيد منه. وهو يعني لما كان عبد الفتاح بن الصلاح مشيناك، فانا عندها فرصه وهو عرض علي، قلت والله ممكن نحصل حاجه، اي شيء ممكن نحصل من صراحة. كان لنا نبحث على اي كشه نمسك فيها عشان نحصل اسلحه، نحصل مناظير ليليه، نحصل على ذخيره. يعني هذا هو كان غرضه. لكن برنامج تعرف الا نعرف انه كاتب صحفي كاتب وخلاص يعني زي اي شيء. انت رافقته في زياره الى مدينه مصرات، انا واعتقد البعض يقول انك يعني من كان سببا في اعطاء المواطنه الليبيه لهذا الرجل. لا، المواطنه الليبيه هذا الشخص، لما انا دائما معي شخص يقدم المساعده للمدينه في حاله حرب، ليس في حاله فيلم ولا يعطينا اي شيء اخر. كثير من العرب الان مقطوع ارجلهم الان موجودين في مصراتنا، يطلبوا العلاج ويطلبوا المساعده يعني. فانا هؤلاء الناس افضل من اي ناس كثيرين هربوا وحققوا. ايش كان يعرفوني كبرنارد ليفي؟ هو انا لا صهيوني، كلهم صهيوني، ساركوزي صهيوني، او مع المتعاون مع الصيني. هو الذي نزع الحجاب من او، ولكن احنا الان نتعامل مع اشخاص صراحه هم اللي ساعدونا. برنارد ليفي شخصيته فرنسويه، ويعني يكون بكل احترام لليبيا والليبيين والساعه الليبيين، وهو من اول من اتصل بساركوزي والقافله جايه الى بنغازي
قبل حتى النيتو الطائرات الفرنسية يتحرك في ضرب القذافي وهو جاي إلى بنغازي. يعني صراحة هذا الرجل هو اللي حرك النيتو حرك ساركوزي وقال له على مسؤولي في أنا الناس هذول متكبرين وما شفتهم وكذا وكذا وكذا. فيعني هل في بينا أنا نشوف جنسيته ولا كيف ولا كذا؟ ما هو الطفل الذي يملكه برنار ليفي كي هو صديق خاص على شيء هو صديق خاص لساركوزي ولكن ليس هو من نفس الحزب أقول لك من الشحلاش لكن صديق خاص ويسمع له. فإحنا يعني وجدنا نفسنا نستغلها بفرصة وفي هذه اللحظات كنا يعني مع من ومعنا إذا كان في دول تانية عربية مسلمة لم تساعدنا حتى ببطل ومكرونة أسلم زي المملكة السعودية ومهدين يعني هل يمكن أن نبحث عن مين وكيف هل هو حلال ولا حرام ولا مين ولا هو يهودي ولا مسلم؟ إحنا ما انتقلنا لأنه فقط رجل ساعد ورجل نعرف أنه هو يعني كان يؤمن هذا الشيء ولا يطلب شيء ولا له طالب أن هو يخلينا صليمين ولا يخلينا يبني كنيسة ولا كذا. بالعكس كان رأينا على حق وأنا قضيتنا على حق ونحن اتجهنا إلى فرنسا أن هي دولة فرنسا ونحن نتعامل معها كدولة فرنسا. تحدثتم على وعود بالتوأم من 5 مدن فرنسية مع مدينة مصراتة، ما الذي جرى في هذه الوعود؟ للأسف من تركة المجلس المحلي والمجلس المحلي لم يعمل أي شيء هذه الأشياء فقط. يعني نحن كان 5 دول 5 مناطق وكانت يعني تريد أن تعمل توأم مع مصراتة. مصراتة مدينة يعني كل المدن تتمنى أن تعمل معها توأمة ولكن للأسف لم تفعل هذه الأشياء مع المجلس المحلي. هل الآن الأمر متاح أمام المجلس المحلي؟ يعني مازال الأمر متاح ومازال في عمل أن حتى في التعامل الاقتصادي في المستقبل تعالى. نعم نعم. نريد أن نمر إلى أمر حصل في الآونة الأخيرة. وزير الكهرباء في الآونة الأخيرة قبل يمكن 10 أيام وكذا صرح بأن سليمان فورتية يعني تقدم له بطلب لتعيين أشخاص عن طريقه أو معرفته ليكونوا يعني يتولون مناصب داخل وزارته. والله هذا الشخص طبعا وزير الكهرباء يعني على المستوى الشخصي فأنا صديق عرفته قريبا يعني ورجل يعني ما شاء الله عليه يبدو أنه هو يملك من الثقافة ومن العلم فأتمنى أنه كان يشتغل في الإمارات وجاء هنا وأخذ هذه الوزارة فكتبت عليه كثير من الملاحظات وأنا في المجلس الانتقالي وأملك هذا الملف هو يعني لجنة الإسكان والرفق والكهرباء. فبعض المداخلات اللي حصلت عليه وبعض الأشياء اللي هو أنا قلت عليه فلما سألوه أن سليمان فورتية متحامل عليه كذا وكذا وكذا قال لهم هو أنه هو أنا أعطيت السيرة الذاتية لبعض الأشخاص اللي هو تعيينهم إلى الكهرباء في الكهرباء. وللأسف يعني أنا والله ما نعرف وين وزارته ولا يمكن ولا مشيت له في وزارته ولا التقيت به ولا أعطيت أي سيرة ذاتية. وأنا تحدثت قلت له تفضل قول لي أي سيرة ذاتية أعطيت لك حتى ولو أنا أعطيت السيرة الذاتية. أنا طبعا المدينة أعطوني كثير من السيرة الذاتية ولكن ما أعطيتهاش للوزير المشخص. عملناها بمراسلات ومشيت للوزارة رئيس الوزراء أساسي وعمم حياة ولكن أنا شخصيا لم أعطيه لا سيرة ذاتية ولا أعطيته ورقة ولا مشيت له في مكتبة ولا حتى نعرف والله حتى ما نعرف مكتبة وين. نعم يعني فهو أنا رديت عليه بصورة مباشرة يعني أو بشكل مباشر يعني هذا الكلام غير عن وفي سجين في لبنان وفي سجين في الأردن. بالنسبة للموضوع العراقي يعني هل التقيت بأشخاص مسؤولين يعني رئيس أو رئيس الوزراء؟ التقينا برئيس البرلمان وأعضاء البرلمان في العراق التقينا بوزراء كثيرين في العراق وزير المواصلات والإسكان والعدل ويعني وتحدثنا على الموضوع لأن كانت زيارتي هناك دعوة شخصية صراحة من البرلمان العراقي لحضور احتفال يعني سفر الجنود الأجانب عن العراق. نعم بماذا وعدوكم العراقيين؟ وعدونا أن يفتحوا صفحة جديدة. هم كانوا تحت حكم طاغية صدام ونحن كنا حكم تحت حكم طاغية قذافي
فنحن كشعوب كلنا كنا يعني متساويين في الظلم، والآن الحمد لله نطمح إلى تغيير وطلب الحرية والديمقراطية. وطبعا الشعب العراقي شعب راقي وشعب متعلم وشعب والحمد لله يعني منك من الخيرات كثيرة يعني. فهل نبدأ بالفتح؟